بسم الله الرحمن الرحيم، لقاء وموعد مع مشاهيرنا العظماء في شهر رمضان. النهاردة معانا الشيخ نصر الدين طبار، المبتهل والمنشد صاحب الحنجرة الذهبية. هنختصر حياته والسيرة الذاتية في دقائق معدودة. الشيخ نصر الدين طبار من مواليد يوم 7/6/1920، ولد في مدينة المنزلة محافظة الدقهلية، قارئ قرآن كريم ومنشد ديني. حفظ القرآن الكريم منذ صغره وزاع صيته في قرى ومدن محافظة الدقهلية، وهو من الأصوات التي تضرب على أوتار القلوب وتحلق في رحاب السماء والخشوع. الشيخ نصر الدين طبار تعلم في المدرسة الخديوية، ثم نقله والده للمدرسة الأولية لتعليم اللغة العربية وحفظ القرآن، وزاع صيته في كل أنحاء مدينته، وكان يحيي الحفلات بالأناشيد الدينية، وشار عليه أصدقائه أن يتقدم للإذاعة المصرية حتى يصبح قارئا معتمدا مشهورا. وبالفعل تقدم الشيخ نصر الدين طبار في بداية الخمسينات عام 1950 لاختبارات الإذاعة، ولكن كانت مفاجأة كبيرة أنه لم ينجح في الاختبارات. ومش كده وبس، اتقدم 6 مرات لاختبارات الإذاعة ولم يوفق في اختبار الإذاعة، فأصابه الملل وقرر أن لا يتقدم مرة أخرى للإذاعة. ولكن وسط ضغوط كل من حوله دخل وتقدم للمرة 7 بعد أن حفظ وتعلم جيدا، ونجح واعتمد في الإذاعة المصرية عام 1956. ووقف أول مرة أمام ميكروفون الإذاعة في ابتهالات ليلة الإسراء والمعراج، يجدو أبياتا من تلحين الشيخ محمد أبو إسماعيل. الشيخ نصر الدين طبار بدأ مرحلة جديدة في حياته عندما قابل الموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي رأى فيه صوتا مميزا وحنجرة ذهبية، فنصحه بتعلم الموسيقى ليصقل موهبته. ووعده الموسيقار محمد عبد الوهاب أن يلحن له بعض الأعمال من أشعار محمود حسن إسماعيل. وفعلا التحق الشيخ نصر الدين طبار بمعهد الموسيقى وبرع في دراسته، وكان الأول على دفعته في السنوات 3، وكان يعفى من دفع المصروفات نظرا لتفوقه. وخاض الشيخ نصر الدين طبار عالم الإذاعة كمبتهل ومنشد ديني، وكان المعهد له دور كبير في تعلمه واختيارات المقامات الموسيقية. الشيخ نصر الدين طبار هو أول من أنشد ابتهال لحرب أكتوبر عام 1973 بعنوان وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا. وفي عام 1980 اختاره الرئيس أنور السادات قائدا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون. سافر الشيخ نصر الدين طبار دول عديدة وكثيرة، وكل من سمع صوته أعجب به، وكل الدول التي زارها كرمته، فقد كتبت عنه الصحافة الألمانية وقالت صوت الشيخ نصر الدين طبار يضرب على أوتار القلوب بالخشوع. وتم تعيينه في مسجد الخزندرة بشبرا الخيمة قارئا للقرآن الكريم ومنشد للتواشيح، وأيضا
في مسجد الحسين يبتهل ويقدم التواشيح في شهر رمضان من كل عام. الشيخ نصر الدين طبار رحل عن عالمنا في يوم 16/11 عام 1986. دي كانت نبذة سريعة عن حياة الشيخ نصر الدين طبار شيخ المبتهلين.